وينك انت؟ ليش ما اجيت لهلا؟ لا لا ما في داعي تروح لهونيك، لف على اليسار من عندك. الو، نسيت مفاتيح سيارتي بالمكتب فوق، لو سمحت ابعث لي اياهم. شكرا. شكرا. آتي شو عم يعمل هون؟ المفروض يكون عنده اجتماع. مرحبا، كيفك؟ يا أهلين، بعتقد إنه أنت ما تذكرتيني. أنا يلي وصلت عمو لعندكن عالبيت تذكرتي؟ إيه، أنا آسفة بس عقلي مو معي. لا لا ولا يهمك، بالنهاية أنا ما عملت شي مهم لحتى تتذكريني. لا بالعكس، أنت خدمتينا خدمة كبيرة وقت اللي وصلتي عمي عالبيت هداك اليوم، بالإذن منك. عفواً، كيف صار عمك هلا؟ تحسن شي؟ إيه؟ إيه سمير؟ ليك أنا بعت أوراق الطلاق لعندك، بتمنى يكونوا وصلوا هلا. شكرا، باي. إذا ما عندك مانع، حابة إني أعرف عمو شو صاير معه؟ بصراحة هو عم يعاني من مرض الزهايمر، وإنتي شو جابك لهون؟ أنا موظفة بوحدة من هالشركات، وبشتغل بمكتب هون بس ما صار لي زمان. وإنتي شو جابك؟ وحدة من الشركات لعائلتنا، وكمان مكتب زوجي بيكون هون. وإجيت كرمال شوف. حلو كتير. ماشي، وهلأ رح أروح، انتبهي على حالي. وانت كمان. باي. لك وين ولهلأ صبي التوصيل؟ ليش طول كل هالقد؟ لا ومعه الكيك كمان. روح اجمع لي كل الموظفين لأعطيهم الهدايا. يلا. ألو، وينك يا أخي؟ هلأ بينتزع الجاتو. لك لا لا، أنت مخربت ورحت من غير طريق شغلي. طيب الحارة اللي أنت واقف فيها فوت بالحارة الثانية وروح دغري. ماشي؟ نعم. ما بتعرف بهاي المنطقة؟ أنت جديد يعني؟ طيب رح قلك شو، أنا رح أبعت لك الموقع وأنت بتشغل برنامج تحديد المواقع وبتوصل. يلا شغله. نيشا بنتي؟ نعم. أنا طلبت من تشانغو يجمع لي الموظفين لوزع الهدايا. طيب ماشي. ليك يا عمتي، أنا عملت لائحة بأسماء الضيوف وحافظتها عندي بالإيميل، رح أفتح اللابتوب تبع أدي كرمال أطبع الأسماء من عنده. أديت يا شاطر بكل شي، بس اطلعي يا عمتي على مكتبه قديش مكركب. أول مرة بشوفه بهالمنظر هاد، جوزي صاير مكركب مثل الأولاد. طيب أنت بتقدري ترتبي له المكتب؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.